بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشى وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما ما
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله.